رح أبدأ دردشتي اليوم بالتساؤل، أنا ليش عم أقوم بالتجربة من أصله؟ ليش عم أجيب مجموعتين؟ نحن عم نحكي عن RCT بعدنا، ليش عم أجيب مجموعة 1000 مريض مثلاً عم أقسمهم لقسمين، قسم بعطيهم دواء وقسم ما بعطيهم دواء؟ ليش ما بكتفي بإني أعالج مريض واحد وإذا زبطت معه ممكن تزبط مع المريض الثاني؟ الجواب ببساطة أنه ممكن الصدفة هي اللي خلت هذا المريض يشفى. مثلا أنا جربت أعطيت الدواء مثل طريقة الجيران والأقارب اللي بتسمعوها أنه والله زبط مع هذا المريض، فلو زبط مع أول مريض ممكن ما يزبط مع الثاني لأنه ببساطة ما كان الدواء فعال، إنما هي الصدفة اللي خلت المريض يتحسن. هذا هو السبب اللي أنا بعمل بكرر التجربة على عدد أكبر من المرضى، فكل ما زاد عدد المرضى أكثر كل ما كانت الموثوقية أعلى بأنه النتائج هي نتائج حقيقية لأنه الدواء فعال وليست هي الصدفة هي العامل اللي عم يخلي المريض يتحسن. على هالأساس معناتها أنا كل ما زدت عدد المرضى كل ما زاد مقدار الثقة بالتجربة أو بنتائج التجربة اللي عم قوم فيها. طيب كم عدد المرضى اللي لازم أنا أقدمه؟ يعني 50، 100، 1000؟ على أساس شو أنا بقرر عدد المرضى المطلوب لحتى أنا تكون نتائج تجربتي مقبولة؟ حقيقة الموضوع إحصائي، في قوانين بالإحصاء، ممكن تدخل على جوجل وتكتب كيفية حسابة حجم العينة، والموضوع إحصاء بده أخصائي إحصاء لحتى يحسب لك إياه. أنا رح أبسط الموضوع باختصار أنه نحن كل ما زدنا عدد المرضى كل ما كان نتائج التجربة أدق، وكل ما كان الفرق بين التأثير المتوقع بين النسبة الموجودة حاليا والنسبة المتوقع تخفيضها أو زيادتها بالدواء، كل ما كان تأثير أكبر كل ما كان عدد المرضى يفترض أقل. خليني أخذ مثال مشان نكون عمليين. دراسة السيس أتراكوريوم، تأثير السيس أتراكوريوم على مرضى الأردز، هل هي بتنقص الوفيات أو ما بتنقص الوفيات؟ أنا عم أحكي عن دراسة الروز اللي هي نشرت ب 2019، وطبعا كانت نيجاتيف ترايل، يعني أثبتت أنه السيس أتراكوريوم ما بيغير من الوفيات عند مرضى الأردز. بأحد العبارات أو بجزء من الستاتيستيكال أناليسيس خلال الحكي عن الدراسة جوا نص الدراسة كاتبين العبارات التالية، انه على افتراض ان الكنترول جروب اللي هي المجموعه اللي ما متداخل فيها نسبه الوفيات عندهم هي 35%، وعلى افتراض انه التداخل بالسيس اتراكوريوم سوف ينقص الوفيات حتى 27%، يعني بتنزل من 35 الى 27%، فحتى نحصل على موثوقيه او قوه باور قدرتها 90% لنفي نظريه العدم القائله بانه لا يوجد فرق بين الدوائين نحتاج الى 1408 مرضى. خلينا نعيد، نحن لما بنعمل الدراسات بنعمل فرق لما نشوف تاثير السيس اتراكوريوم على مرضى الوفيات بمرضى الاي ار دي اس، بنعمل فرضيتين، فرضيه العدم وفرضيه الثانيه، فرضيه النال وفرضيه النال والفرضيه الثانيه. فرضيه العدم بتقول انه السيس اتراكوريوم ما بنقص الوفيات، الفرضيه الثانيه بتقول لا، السيس اتراكوريوم بنقص الوفيات. نحن بنحاول ندرس احصائيا مين الصح بين التنتين ولنشوف انه هل هو، وطبعا رح يتم عامل خطأ موجود انه ولو بنحاول نقلله قدر الامكان، انه هي الصدفة اللي خلتنا نقول انه العدم صحيحة او خاطئة. هي باختصار، فهي نحن بنحاول نقللها قدر الامكان، هي الصدفة، احتمال هذا الصدفة بنقلله لحتى 5% من الطرفين بيصيروا 10% توتال. عم بحكي كلام إحصائي بس باختصار مرة تانية، لاحظوا أنه نحن لما حاولنا نحسب حجم العينة بدنا نعرف أول شيء شو هي النسبة الموجودة عند الكنترول جروب، شو نسبة الوفيات بهالحالة، شو هي النسبة المتوقعة لهذا الدواء أنه ينقص أو يزيد من الوفيات، نحن نحكي وفيات فلازم ينقصها مثلا، فهو حينقصها ل 27% من أصل 35 إلى 27، الباور تبعنا هي 90%، فعلى أساس طلع معنا حجم العينة هو 1008 مثل ما قلنا، 1408. طبعا للعلم خلال الدراسة ما وصلوا ل 1408، لما وصلوا ل 1000 هن عملوا بنسميه انترم اناليسيس، عملوا تحليل وهن عم يقوموا بالتجربة ولقوا انه الدواء ما له فعال فقرروا ينهوه، طبعا بناء على قوانين مسبقة. ليش بهمني انا اعرف حجم العينة؟ طبعا ما في حدا فينا كطبيب سريري بعيادته حيجي يحسب حجم العينة ويدقق وراء التجارب هدول انه فعلا هدول كان لازم يحسبوا 1800 ولا 2000 ولا 3000. اكيد ما عندنا القدرة، ما عندنا العلم ولا الخبرة او الخلفية الإحصائية حتى نقدر نحسب هاي الكلام، بس احنا بنحاسب التجربة او بنحاسب الورقة على الكلام اللي حكوه هنن.
لما بيقول لك انه انا لازم اجمع 1000 مريض لحتى اثبت هي الفرضيه او اثبت هذا الكلام، وما بيقدر يجمع 1000 مريض، فمعناتها قوه الدراسه الاحصائيه اضعف من ما المطلوب، وبالتالي ما بنقدر نعتمدها. احيانا كثير ما بيقدروا يجمعوا مرضى بسبب اسباب اقتصاديه، ما عندهم توفر الدعم الكافي، ما قدروا يجمعوا المرضى لانه الحاله كانت اندر مما يتوقعون، المرضى ما كانوا عم يرضوا، مثلا الاطباء ما عم يرضوا يشاركوا بهذه الدراسه، وبالتالي اذا ما قدروا يجمعوا العدد اللي بدهم اياه فالقوه الاحصائيه للدراسه تضعف. فهي مهمة جدا جدا. ليش أنا عم أحكي عن حجم الدراسة وشو أهمية حجم الدراسة؟ لأنه هذا الشيء رح يدخلني للنقطة اللي بعدها أحكي عنها، شو الفرق بين الـ primary outcome والـ secondary outcome. السلام عليكم.